ولا تسألن يومئذ عن النعيم، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. طالب جامع في حلب، منطقة اسمها كفر القصر أو هيك شان، جينا ميدانيا نوزع المواد، سجلنا أسماء، اختارينا الجامع حتى نوزع به، نقدم الناس اللي تدافع. والعوز موجود يدافعون حتى يحصلون سلة غذائية، وحتى يحصلون بطانيات، واحنا نتنعم بطانيات هاي خفيفة وهاي سخينة وهاي ناعمة وهاي خشنة. اقسم بالله تركت وجيت اصلي هنا انا بس اطلع اشوفكم الناس شو تدافع على سلة غذائية وعلى بعض الدواشق القديمة او البطانيات اللي دزوها لنا من انبار الفلوجة. اعتذر بنوان بس حتى اشوفكم المعاناة. كرهت الدنيا، والله كرهت الدنيا. يا شفت ايش ناس تدافع، احنا عايشين بنعيم، عايشين بنعيم. يا ربي يا ربي يا رب يا رب. والله العظيم شفت الناس تدافع وطبيت الجامعة اصلي وبس اقدرت. يا ناس اقسم بالله العظيم ناس ميتة وهي احياء، احياء وهي ميتة. Thank you.